إذا اشتريت عبدا عبرانيا ف6 سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا. أنا عارف بعضكم ممكن يقول ما هو نظام العبودية أساسا غلط. ربنا يسوع لما بدأ ببشرية ساقطة بدأ من الواقع. ما ينفعش تجيب واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب تدخله على ثانوي، لازم تبتدي معاه بمحو أمية. فالبشرية المليانة فساد لازم نطلع بيها درجة درجة. لما جه المسيح في العهد الجديد ترقت البشرية وانتهت العبودية بتعليم المسيح، لكن في الوضع الأولاني خلينا بس نطلع بيهم درجة واحدة. فالعبودية موجودة بس ربنا حط لها حدود عشان ما تبقاش فيها القسوة واللا إنسانية. فقال له لو واحد طبعا بيبيع نفسه، لو اشتريته تعامله كويس وبعد 6 سنين لازم تطلق سراحه. يبقى هنا في شريعة تحكم الحتة دي لألا يحصل نوع من الافتراء، زي حقوق العمال دلوقتي أو المستأجرين أو أيا كان النظام. في السابعة يخرج حرا مجانا، وإن دخل وحده فوحده يخرج، وإن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. يبقى هنا امرأته بتطلع معاه تدخل معاه لأن امرأته حتة منه. إذا في احترام لبيت هذا الرجل حتى لو كان عبد، ولخصوصية علاقته بامرأته، وإن هما كيان واحد، وإن القضية اللي أعلنها الكتاب من أول سفر التكوين ليس بعد اثنين بل جسد واحد، قضية مستمرة في كل صفحات الكتاب. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فبدال دخل متجوز يطلع متجوز. إنما بعد كده يحط استثناء يقول إذا أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. هنا من ناحية الشغل دخل مش متجوز، وهو داخل العبودية تزوج، هنا عنده اختيارين، إما أن يطلب أن يستمر في هذا البيت بإرادته فيحتفظ بمراته وعياله، وإما لو طلع لأن الزوجة دي في الأصل كانت هي كمان خادمة في البيت ده يبقى ما يحقلوش. فيقول إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي فلا أخرج حرا. برضو كلام قد لا يعجب الكل، لكن مش هنقدر نفهمه غير لما نرجع 4000 سنة ورا ونتفهم ظروف المجتمع ده، وأنه دي خطوة أرقى كتير قوي من الواقع الإنساني اللي هم عايشين فيه. لكن بصوا للحرية اللي ربنا بيديها حتى للإنسان القديم ده. بيقول إن هذا العبد بيقول بخطره، أنا بحب سيدي ومراتي وعيالي وأنا مش عاوز حرية وأخسر دول فلا أخرج حرا. يعملوا بقى طقس غريب شوية، يقول يقدموا سيده إلى الله ويقربوا إلى الباب أو إلى القائمة ويسقب سيده أذنه بالمثقاب فيخدموا إلى الأبد. يعني إيه؟ اليوم طقس لما هو اللي بيقول باختياره عاوز أفضل في البيت ده واحتفظ بمراتي وعيالي وأفضل أنا بحب سيدي. طبعا سيدي هنا إشارة إلى الله، أن اللي بيحب ربنا بيحب مراته وعياله بيحب يحافظ على هذه العلاقة. بيعمل إيه؟ بياخدوا ودنه كده ويخرموا ودنه زي ما يعملوا كده يعني حلق، ويعني يربطوه بالباب كده لحظة كده، يعني زي إيه إبرة كده تشك ودنه وتدخل في الباب اللي هو هيخدم عليه، عشان تبقى علامة عهد أنا ارتبطت بالباب ده. والودن مقصود بيها إيه؟ أنا هطيع أوامر سيدي، أنا ملتزم طول العمر أن أنا أخضع له. طبعا أنتوا عارفين أن كل أباء الكنيسة كانوا يقروا الكلام ده. إحنا في العهد الجديد مش ملتزمين بالحرفيات دي، لكن ملتزمين بالروح بالمعنى. إحنا النهاردة بنقول أنا أحب سيدي، سيدي وإلهي ربنا يسوع، أحب مراتي وعيالي لأن هم عطية منه، أنا عاوز أعيش في بيت سيدي إلى الأبد مع مراتي وعيالي. طب تعمل إيه؟ افتح ودنك واسمع صوت ربنا، وتبقى صوت ربنا هو اللي بيحكمك طول العمر. لو عشت بكلام ربنا هتبقى نعمة الزوج ونعمة الأب، هتبقى عايش سعيد جدا في علاقتك بربنا وعلاقتك بمراتك وعلاقتك بعيالك. ده المقصود بالكلام. أنت حر، عاوز تخسر سيدك هتخسر معاه مراتك، هي ده المغزى. وده فعلا اللي بنشوفه حاليا بشكل واقعي،
ان اللي بيخسر علاقته مع ربنا عاده علاقته مع مراته بتنتهي بشكل او باخر، ما بتبقاش الصوره الجميله للزواج المسيحي. علاقته مع اولاده ما بتبقاش سويه. لما ربنا يطلع من الصوره العلاقات الانسانيه كلها تضطرب. الزواج ما بيبقاش زواج حقيقي، الأبوة بتختفي، بتدخل عناصر الأنانية والقسوة والظلم والفساد. ليه؟ لأنه ربنا هو أساس أي حاجة طبيعية، أساس العلاقات السوية. وعشان كده الزواج المسيحي مختلف عن أي زواج، والعهد والأمانة والميثاق والتضحية والمبادئ دي تنبع أساسا من علاقة الواحد بربنا. لو العلاقة باظت مع ربنا هتبوظ طبيعي مع أي إنسان تاني بما فيهم أقرب الناس الزوجة والأولاد.